السلام عليكم شباب بنات، شلونكم؟ ان شاء الله زين. رجعت لكم اليوم بتكمل شرح محاضرات الباطنية، وصلنا للمحاضرة الرابعة والمحاضرة الأخيرة بالنسبة للجهاز التنفسي والجهاز الكارديوفاسكولار سيستم. اليوم راح ناخذ الكورونري ارتري ديزيز، أمراض الشرايين التاجية، وراح نشرحها. راح نشرح مرضين. المرض الأول هو الستيبل أنجانيا، ندي احنا الأنجانيا أو الذبحة الصدرية، اتوقع ايش ترجمته بالعربي. ثلاث انواع: ستيبل وان ستيبل وفارنت. احنا هنشرح بس الستيبل اليوم. ويانا ايضا المرض الثاني هو الاكوت مايوكارديا انفلكشن. تمام، هذين المرضين راح نشرحهم اليوم. ولكن قبل ما نبدي نشرح هذين المرضين، راح ناخذ شويه معلومات بسيطه مثل كل حلقه عن الامراض. ولكن قبل ما راح نبدأ بالأمراض، راح نشرح شوية عن الكورنري ارتري ديزيز أو الأمراض الشرايين التاجية. أمراض الشرايين التاجية يختصوها CAP. CAP من جاية؟ السي جاية من كورنري، كورنري. أي جاية من شنو؟ من كلمة ارتري، ارتري. الدي جاي من ديزيز، دي ديزيز، كورنري ارتري ديزيز. تمام. هاي الكورنري ارتري ديزيز. قبل ما نبدي بيها، يعني بنشرح امراضها، بيها عدة معلومات لازم نعرفها. اول شي، ثلث الرجال يقتلهم الكورنري ارتري ديزيز او سبب وفاتهم. الثلث يعني تقريبا 33%. تمام. حوالين للرجال. تمام. بالنسبة للنساء، جيت الفيميل 25%. هاي معلومات خف الجبوة. عندنا معلومات عامة عن الكونياتيزي، قلنا انه 33% من الرجال يموتون بوصل الكونياتيزيز، و 25% من الفيميل يموتون بوصل الكونياتيزي. الكونياتيزي تعتبر من اشهر امراض القلب، يعني it is most common inherited disease. اشهر مرض القلب. يتوقعون انه راح يكون السبب الرئيسي للوفاة بالاعوام القادمة. ليش؟ بسبب زيادة نسبة السمنة العالمية، وشوية ظروف الطقوس وتغير المناخ، كلها تأثر انه راح يصير اكثر مرض يسبب وفاة بالكوكب. تمام. هاي بشكل عام عن CAD او الكورونري ارتري ديزيز. تمام. نجي للريسك فاكتور. هذين الريسك فاكتور تقريبا اكثر من 10 12 او 11 وحدة، هن اكثر الريسك فاكتور يأثم بالكون ارتري ديزيز وليس لمرض معين، لمجموعة من الأمراض. تمام. واحدة من أهم يعني الأعراض أو المخاطر الريسك فاكتورز، أول شيء الإيج، العمر. ثاني شيء ويا الإيج، السكس يعني النوع، مال كان فيميل أو ميل. تمام. ندعو أنه كل ما زاد عمر الإنسان، كل ما زاد خطوطه بإصابة أحد أمراض الكورونري ارتري ديزيز. السكس ندعي إنه الرجال معرضين أكثر، تقريبا نسبة 5% و10% من النساء يصيروا بهم كورونري ارتري ديزيز. تمام. هاي العامل الأول. العامل الثاني الفاميلي هيستوري، التاريخ العائلي. التاريخ العائلي يقصد به الجينيتك، يعني شنو الجينيتك؟ يعني وراثيا، جينيتك وراثيا. مثلا واحد عنده تصلب بالشرايين مزمن، ينقل لابنه عن طريق وراثيا، مرض وراثي ينتشر بين العوائل، انه دائما يوصل مثلا عمره مثلا 40 سنة ويموتون. يعني هو جي عن جيل 40 سنة ويموتون بسبب تجيهم شنو؟ أنجانيا أو أحد أمراض أو جلطة أو فشي ويموتون، يعني عائليا ما
فهذا العائلي يورث 3 أنواع من الأمراض أشهرهن. يعني الفاميلي هيستوري يورث 3 أنواع. أول شيء الهايبرتنشن، ارتفاع ضغط الدم، هايبر، وضحت آسف، هايبرتنشن، ارتفاع ضغط الدم. 2 هايبر ليبيديميا، هايبر ليبيديميا هي ارتفاع نسبة الدهون بالدم، أو هايبر ليبيديميا. 3 هو الدايبيتس، الدايبيتس يعني السكري، دايبيتس. هذا إني أشهر الأمراض التنقل وراثيا، السكري مثلا أبوها عنده سكري أو أم عندها سكري تعطيه لبنها وبتها، وبتها تعطيه لبنها وبتها، ومثلا أبو عنده ارتفاع بالضغط ونواكله يورثها لابنه وهكذا. هاي أهم الأشياء بالفاميلي هيستوري. 3 سموكينج، السموكينج هو أكثر عامل تقدر تتحكم به. يعني شلون أكثر عامل تتحكم بي؟ إذا قطعت التدخين احتمالية أنه يصيب أحد أمراض الكورونا آرتي ديزيز قل بنسبة كلش كبيرة، فهذا عامل يعتبره يمكن التحكم به. 4 هايبرتنشن، ارتفاع ضغط الدم يؤثر أنه يزيد عوامل الكورونا آرتي ديزيز، هايبرتنشن. 5 الهايبركوليسترولميا، الهايبركوليسترولميا شو سوى هذا الهايبركوليسترولميا؟ هايبركوليسترولميا ندي انه الكوليسترول هو من ال HDL او هاي دنسيتي ليبيد، هاي دنسيتي ليبيد يعني الدهون عالية الكثافة، فاحنا ندري ان الدهون كل ما تعلي كثافتها صحيح صغر حجمه لكن كثافتها تصير عالية وسوتها السبات بالارتري وسبب لنا جلطات وسبب لنا انسداد وسبب لنا هواي مشاكل. فالكوليسترول مضر جدا. عندنا الدايبيتس السكري، دايبيتس السكري، تمام. نقطة 7 أو رقم 7 الفيزيكال اكتيفيتي، الفيزيكال اكتيفيتي يقصد بها الفعاليات الفيزيائية اللي نقوم بها، مثلا سواء كان رفع أثقال أو ركض مسافات بعيدة، يعني فيزيكال إجهاد قوي مثل واحد يشيل حجر قوية ثقيلة، عفوا قوية شنو اكتيفيتي. 8 هي الأوبسيتي، الأوبسيتي يعني السمنة، السمنة بين واحد سمين يزيد عدة نسبة الكوليسترول، وعدي زيادة نسبة الكوليسترول احتمال زيادة إصابته بالأمراض الكورونارتي ديزيز. وصلنا لكم 9 الكحول، شرب الكحول. رقم 10 social development، social development يعني ضغط المجتمعي، تمام. مثل ايش ضغط المجتمع؟ يصير اكتئاب او يصير تنمر او ضغط عليه نفسيا ما يأثر عليه، تمام. هذني العشر نقاط هن اهم الريسك فاكتور الموجودات بالكورونارتي ديزيز. المهم ذني أهم النقاط الموجودة بالريسك فاكتر، ذني العشرة مثلا شلون يجيب لك، يجيب لك عدد لي مثلا يجيك سؤال What are the risk factor of the coronary artery disease؟ ما هي العوامل اللي تزيد من إصابتك بأمراض coronary artery disease؟ مثلا عدد 5 نمرة 5 تكتب لي مثلا age and sex، مثلا hypertension، smoking، hypercholesterolemia،
دايبيتيس، الكحول، اوبسيتي، وهكذا عد لفت 5 6 حسب المطلب. احنا نحفظ 10 احتياطا. تمام. هسه راح ننتقل لاول مرض وهو الستيبل انجاني او الذبحه الصدريه المستقره. الستيبل انجاني شنو هي الستيبل انجاني؟ شلون تصير؟ يصير من عدم وصول اكسجين كافي لاعضاء القلب، والسبب هذا اما اكو انسداد بالأحد الشرايين او وجود فازوكونستريشن يعني تقلص بعض الشرايين التاجيه او الكورنري ارتري، ويسبب لنا هذا الانسداد انجاينا. الانجاينا بها انواع ثلاثة، احنا راح نشرح بس واحد. الاول هو الستيبل والانستيبل والفارتننت انجاينا. تمام. نجي للموضوع مال اليوم، هو الستيبل انجاينا. الستيبل انجاينا، الستيبل انجاينا بها عدة ماخذة من عدة محاور. المحور الاول الباثوفيسيولوجي، المحور الثاني الكلينيكال فيتشرز والدايكنوسيس وايضا التريتمنت. نبدي ويا اول شيء ويا الباثوفيسيولوجي. الباثوفيسيولوجي مالتها نقطتين بسيطات، الفيكسد ستونز وشنو والستيبل فايبروسيس بلاك. هذين النقطتين هسه نجي نوضحهم وحده وحده. طبعا اختصرت الوقت سويت كت بس كتبتهن. الفيكس ستانوسيس اللي يعني معناته التضيق بمعدل ثابت، يعني شلون؟ يعني كل ما تزيد الفترة يزيد نسبة التضيق، بيصير وين؟ بالارتري مال الكورنري ارتري. يعني نرسمها بسيط، مثلا كان هيج هذا الارتري راح يزيد نسبة التضيق هنا شوي شوي بمعدل ثابت، لأنه يصير أكو انسداد تام. هذا الانسداد التام طبعا هنا يجي الدم البلط فيسبب له انسداد، هذا يسحوله الفيكسد ستينوسيس يعني انسداد بمعدل ثابت. الثاني يسحوله ستيبل فايبرو بلايك يعني تكون جلطة بمعدل ثابت أو تكون جلطة. تكنيكال فيتشرز، تكنيكال فيتشرز مال الكورنر عفوا مال ستيبل انجاني، عندنا شيئين. الشيء الأول عندنا خصائص الأعراض، هاي نقاط الأربعة راح نشرحها، وعندنا الأعراض هن شنهن. أوكي يعني خلنا نوضح الفكرة. الكلينيكال فيتشرز شنو؟ نوعين، هن مو نوعين بس يعني هذا أوضح الفكرة. عندنا خصائص الأعراض، عندنا الأعراض نفسهن. إن شنو هن الأعراض وشنو خصائص الأعراض؟ هاي حتى توفرقون بينات، عندنا خصائص الأعراض وعندنا الأعراض. أوكي إن شاء الله وضحت، يعني بسيط هي إنه كلينيكال فيتشرز عندنا أعراض وعندنا أشياء شنو هي خصائص هاي الأعراض تطلع عنا. هسه احنا فهمنا انه عندنا خصائص الاعراض وعندنا الاعراض. راح نبدا اول شيء بالاعراض، شنو هن الاعراض الاساسيه بالنسبه للستيبل انجاين. عندنا اول عرض هو السنترال تشيست بين، سنترال تشيست بين، الم في منتصف الصدر مبين على عظم القص، يصير الم موقع القلب. ها واحد. اثنين يصحوا الدايسو كومفورت، دايسو كومفورت يعني عدم الراحة او يعني انسان يعني تجي وغزة مثل ما نقدر نقول، يعني عدم الراحة دايس كومفورت. انا هيك حافظها دس كومفورت. تمام. ثالث شي البثنس او تضيق بالتنفس، البثنس جنس. تمام. رابع شيء السحوله الفيزيكال اكسيتيشن او المجهود الفيزيكال يعني الجسدي او العضلي، وهذا شوي راح نشرح فيه فيزيكال اكسيتيشن.
فيزيكال هذه راح نقسمه أربع أشياء أو أربع شغلات أساسية. شنو هن ذني أربع شغلات؟ أول شي نجي ناخذ سحول الكولد إكسبلوجر. الكولد إكسبلوجر هاي واحد كولد إكسبلوجر معناته إنه شخص يقوم بمجهود بدني بطاقة بارد. إحنا ندري إنه الهواء البارد يأثر على الأنجانية مو زين بالنسبة للمصاب بالأنجانية خاصة الستيبل أنجان. هاي واحد. اثنين الفيزيكال إكستيشن هو نفسه يعني إنسان يقوم بمجهود يقوم بمجهود بس بشكل مفاجئ، مثلاً يشيل دبة ماء، يشيل قنينة، يشيل ثلاجة مجمدة، فشي ثقيل. هيفي يعني ثقيل ويتنقل به الفترة فيصير ضغط على الكاردياك مالته، وهذا الكاردياك مالته لان هو عنده ستيبل انجينيا راح تبدي على الاعراض مال الانجينيا واحتمال يصير ديث اذا ما اخذ النيتروغليسرين او نوع من انواع الادوية الاخرى سنشرحها من نهاية المحاضرة. هاش ثاني شيء او ثالث شيء عفوا السحول الهافي ميلز الوجبات الثقيلة الهافي ميلز الوجبات الثقيلة مثلا واحد يكثر بالعشاء او يكثر بالغداء، ياكل دهون عالية، ياكل فشي بزيت عالي نسبة عالية مثلا من الزيت مال زيت عباد الشمس او الاخره. ثالث او رابع شيء سحولة الانتنست ايموشن انتنس ايموشن شنو يقصد به؟ مثلا يصير عصبية، العصبية دا مدقل لك مزينة لان احتمال تصير عندك ستيبل انجينا او زيد اذا انت ما عندك احتمال زيد عندك ستيبل انجينا، واذا انت عندك احتمال تطلع عليك الاعراض وتصير عندك الانجينا تبدي من عصبية من اجهاد عصبي من اصياع ومثلا واحد يتعارك او الهكذا كده مدقل لك دائما يصير ريلاكس حتى ما يصير عندك instead in emotion وهذا يسوي عندك إجهاد والإجهاد يؤدي إلى إنه يصير عوامل أول استبدع عليك الأعراض مال الإنجاين. تمام ها بالنسبة لأعراض الإنجاين كملنا عن السهن يعني. ننتقل إلى خصائص هذين الأعراض. شنو خصائص الأعراض؟ أول شيء ترتبط ارتباط المجهود العصبي او مو الا نكتب المجهود نقول الضغط العصبي والعضلي مع الانجان. شلون كل ما زيد العوامل العصبية والاضطرابات العصبية والعضلية يزيد احتمالية اصابتك بالانجان او مو اللي نصابتك يعني اعراض الانجاي تطلع عليك. تمام هاي واحد من خصائصه. ثاني شيء قابل للتوقع. يعني شلون قابل للتوقع؟ قابل للتوقع قبل ما تبدي الاعراض يؤشر عدة البدي يبدي اول شيء بوخزات خفيفة بعدين الم بعدين يزيد هذا الالم ويقوم يصارخ المريض من الالم من الوجع. يعني الأعراض تبدي قابلة للتنبؤ. يعني أول عارض أول ما يحس مثلا بغزة يعرف أنه بدأت الأعراض فيبدي ياخذ لدك هذا دك يقلل من عوامل الأنجاني مثل كان قلل من البليتليت أو أنتي بليتليت عفوا أو أنتي أنجاني. ثالث شيء والشيء المهم أنه الأعراض تبدي على فترات طويلة. يعني شو الأعراض تيجي على مدى طويل. يعني شو على مدى طويل؟ يعني مثلا انسان مصاب انجاينا تبدي مثلا عارض يبقى عده 3 ايام يومين لعارض انه وخزات خفيفة تجي ودائما هو ياخذ ادراك مالته حتى يحافظ عليها حالته كمان مستقبلة. واذا زادت حدي يودو للسي سي يو للكارديا كير يونت وحدة العناية
الخاصة بالكاردياك بالآلة القلب أو ودوه إلى إذا في كلش حالته سيء للآي سي يو، الوحدة العناية المركزة وهكذا. فهاي أهم الأعراض أو الخصائص مال الأعراض عفوا تطلع ويا الستيبل انجاين. قلنا الأعراض هن شنو؟ عندنا سنتر تشيست بين، ألم في منطقة منتصف الصدر، عندنا ديسك كومفورت عدم الراحة وغزات، اللي بثنس تضيق بالتنفس، عندنا الإجهاد، والإجهاد قسمناه لأربعة عفوا. إذا كان إجهاد ويا كولد إكسبوجر بجو بارد، إذا كان عنده فيزيكال مثلا يحرك شيء ثقيل أو سوي شيء مو طبيعي مثلا يشيل قنينه هيك فجأة أو يكثب الأكل هافي ميلز وجبات ثقيلة بيها دهون عالية أو الإيموشنال مالته مو مستقرة عصبي صيح شنو. تمام هاي بالنسبة للكافيتشرز الأساسية. عندنا خصائص إحنا قلنا أكو ارتباط وثيق بين المجهود العصبي والعضلي مع الانجاين، هاي شيء. الشيء الثاني قلنا قابل للتوقع انه الاعراض تبدي شوي شوي تزيد، مثلا مغزى بعدين الم بعدين يزيد هذا الالم بعدين ما يقدر يتحمل البيشنت هذا الالم بعدين نعطي اوبيديات ومسكنات ومهدئات حتى نحاول نخليه مستقر. ثالث شيء قلنا الاعراض تبدي على فترات طويلة، تستمر فترات طويلة مثلا يوم يومين ثلاثة أو تبقى ياه مدى العمر لأن هي مرض كرونيك. تمام هاي أهم أشياء بالكلينيكال فيتشرز. راح ننتقل هسه للدياجنوستس، والدياجنوستس بسيط. وصلنا للإنفستيكيشن شغلتين، سوي له ECG وسوي له كولوناري أرتريغرافي. شنو هنا ذا الإنفستيكيشن؟ راح سهل الأنتي يجي بس اختصار ما يخلق اكتب آسف. أول شيء الECG، الECG راح ناخذ ليها بوضعتين، وضعية الريست، وضعية الراحة، وضعية الإكس روتيشن أو وضعية الحركة. تمام حتى نقيس لهنا بمعدل إنه نقيس الأنجينا أو الحالة البيشنت وهو مرتاح، ونقيس لها وهو بسوي أكشن أو حركة. ها واحد. اثنين نسوي له كولناري ارتري جرافي، كولناري ارتريو جرافي، نسوي له تصوير للكولناري ارتري، تصوير جرافي، تصوير اللي بيها بالمصطلحات الطبية جرافي يعني تصوير. سوي تصوير بالنسبة للكولناري للشرايين التاجية ونشوف اللي هي بالتصوير طلع عنا إذا كان بيه انسداد، إذا كان أكو دهون، إذا وهكذا. تمام هاي أهم الأشياء بالدياجنوسيس أو بالتشخيص أو دواء التشخيص. ننتقل هسا أو بالإنفستيجيشن عفوا، ننتقل هسا بالتريتمنت. التريتمنت عدة نقاط. النقطة الأولى avoid the patient with stable angina. اشياء على البيشنت treatment اشياء على ال بي ستيبل انجينا يتوقف عنها. شنو هذين الاشياء؟ اول وحده stop bed smoking اذا كان مدخن، او don't smoke كينج لا يدخن او يتوقف عن التدخين. ها واحد. اثنين لازم يحصل الوزن المثالي مالته، او مو الوزن المثالي على سكس باك وهكذا، لا ضمن النطاق الطبيعي. يعني مثلا اذا مثلا كان طوله 165 نحاول يكون وزنه من مثلا 165 كيلوغرام الى مثلا 75 كيلوغرام بهذا المعدل. يعني إذا كان طوله 165 سنتيم يحاول يبقي مثلا وزنه من 65 إلى 75 كيلوغرام. هاي إيش يحافظ أو يريد يوصل لل ايدل بودي ويت. يعني شنو؟ ام النقطة تقول ام
for I doll body weight. محاولة الوصول إلى الوزن المثالي. 3 take regular أم فن مو أمريكا regular exercise. محاولة يعني ياخذ تمارين بشكل منتظم، طبعا مو تمارين رفع اثقال وحديد، لا تمارين خفيفة مثلا هرولة خفيفة، حمل او اوزان خفيفة مثلا 5 كيلو او هالشي، حتى يحافظ انه ما يصير عنده انجينا وتبدي الاعراض مالته حتى يصير عنده تمارين. 4 avoid شنو severe and assessed excitation. شو معناته؟ تجنب حمل الأوزان الثقيلة فجأة. يعني شلون يعني حمز يعني شلون يجهزين مثلا شيء أوزان؟ أكو حباي يحطوها جوا اللسان، هي مناعته وجلسترين، ناخذ مثلا قبل دقيقتين أو 3 حتى يستعد جسمه والكاردياك مالته على حمل هذه الأوزان، مثل يشيل الثلاجة، يشيل مياه ثقيل، يشيل إلى آخره. فلازم ياخذ هاي الحباية حتى يستعد البودي مالته والهارت مالته على الفيزيكال اكشن راح يسوي. هاي واحد. ننتقل لنقطة 5 هي الانكسيتي. الانكسيتي يعني القلق، نكتب لكم اياها. الانكس عفوا القلم اسف الانكسيتي القلق. واحد مو والله قلقان عندي يعني ذبحة جلطة او عفوا ذبحة وسرح موت ومدري شنو، لا يصير ريلاكس وهذا. هسه كملنا احنا اهم شنو النقاط بالنسبة للتريتمنت الاشياء على البيشنت يتوقف عنها. هسه نجي للادراج بالادوية. شن هي الادوية اللي نعطيها للبيشنت؟ نعطي 3 انواع من الادوية او 3 نوع من الادوية ونوع من العلاج. الاول نعطي انتي بليتلت، انتي بليتلتس. انتي بليتلتس يعني شو؟ مضادات للصفيحات الدموية. ها مضادات للصفيحات الدموية ندري ان الصفيحات الدموية هي تلعب دور اساس بعملية تكون الجلطات الكلوتة. فاحنا نعطي انتي بليتلت ثيرابي حتى نوقف عمل او نضبط ونوقفها تماما، نضبط عمل انتي بليتلت لفتره معينه. هاي واحد هاي نوع من الادراج. 2 نعطي انتي انجاين، انتي انجاين بها نوعين، يا اما نعطي بيتا بلوكر او نعطي ناتوك الاسري نايتوس جلسني. تمام هاي نوع من الادوية نطيها بالنسبة لذلك. اما اذا حلت مثلا ساعد نسوي له بي سي اي القسطرة. بي سي اي هي القسطرة، نطيها اذا حالته كانت جدا سيئة سوي له قسطرة. هاي اهم شي بالنسبة لستيبل انجينا، قلنا انه ناجح على السريع يعني هيك فترة قليلة. سيب انجينا قلنا اهم شي مال باثفاس لو جمالتها انه هي فيكسد ستاينوسس وستيبل فايبروس بليك، انه تصير تقلص بالاوعية او تضيق بالاوعية بشكل ستيبل يعني منظم، وتكوين بلايك يعني بشكل منظم.
قلنا الاثنين كفيتشرز نقسم الى قسمين، عندنا خصائص هن الاثنين كفيتشرز، وعندنا الاثنين كفيتشرز نفسهن. الاثنين كفيتشرز نفسهن هن سنتر تشست بين، عام في منتصف الصدر، قلنا انه الديسكومفورت عدم الراحة وغازات، ليفثنس تضايق بالتنفس، فيزيكال اكشن او فيزيكال اكستريشن. قلنا فيزيكال اكستريشن هن قسمنا اربع اشياء، الهيفي ميلز، حمل الاشياء الثقيلة، والايموشن، عفوا الايموشن يعني الحالة النفسية والعصبية، والكولد اكسبلوجن، والتعرض لنوبات برد قوية او يعني هواء بارد كلش. هاي بالنسبة للكيكا فيتشنز. قلنا اهم خصائص مال الانجينا او الستيبل انجينا، اول شيء اكو ارتباط قوي، ارتباط بين المجهود او الجهد او الضغط العصبي والعضلي والانجينا، كل ما يزيد هذا يزيد ذاك يعني الترابط الطالدي بيناتهم. نعم. اثنين قلنا انه هو الستيبل انجينا نقدر نتوقعها او قابل للتوقع، مثلا تبدي الاعراض بوخسة خفيفة، بعدين شوي الم، بعدين هذا الالم يزيد يزيد الى حد يعني مثلا الى حد ما اذا ما تدخلنا طبعا يصدف. والاعراض تبدي على فترة طويلة، قلنا انه مثلا تبقى هي طبعا كرونيك، تبقى هي البيشنت من حتى الامان تروح، انه يبدي الاعراض يوم يومين ثلاث اسبوع، بعدين عندنا تبقى هي الاعراض دائما تجي بين فترة وفترة، مثلا بالسنماتين ثلاثة أربعة وإلى آخر. هاي أهم شيء بالكلينيكال فيتشرز. الدياغنوسيس كنا نسوي شغلتين بالدياغنوسيس أو بالإنفستيكيشن بالتحديد، أول شيء نسوي لي إي سي جي، والإي سي جي بحالتين يعني بحالة الإكسرسايز بحالة التمارين بحالة الريست بحالة الراحة، ونسوي لي أيضا كورنري آرتري جرافي، نسوي لي تصوير للأشعة للكورنري آرتري. هاي بالنسبة للدياغنوسيس أو الانفستيكيشن تحقيقات، أو شلون نتحقق إنه هذا الشخص أدى ستيبل أنجينا. نجي وراها للتريتمنت. التريتمنت قلنا أكو أشياء لازم يتوقف عنها البيشنت أو بعد ما يسويها. أول شيء ستوب سموكينج إذا كان مدخن، أو ما يدخن إذا هو غير مدخن. اثنين شيء يحاول يحصل وزن مثالي، ام أو focus for ideal body weight، حاول يركز إنه يكون عنده body weight مناسب، يعني مال six pack وايد، يعني يسوي exercise خفيفة. ثلاثة يأخذ تمارين بشكل منتظم، مثلاً 3 مرات في الأسبوع أو إلى آخره. رابع شيء يحاول يوقف إنه يشيل أشياء ثقيلة، مثل او قبل ما يسوي اشياء يشيل اشياء ثقيلة، يحط حباية جوا اللسان وهي ناتو كوليسترين، او يبدي يشتغل وياها. اربعة قلنا الادراك، يعني الادوية نستخدمها وياه، الادوية هن نوعين من الادوية، عندنا انتي بليتليت مضادات للبليتليت، وعندنا انتي انجينال. والانتي انجينال تنقسم ايضا نوعين، هن البيتا بلوكر والناتو كوليسترين. هاي اهم الاشياء. ونعم نسوي البي سي اي اذا يعني نسيت بي سي اي سهل العربي كل ساعه ساعه قسطرة. نعم نسوي له قسطرة اذا كان يحتاج. تمام هاي اهم الاشياء بالستيبل انجينا. ننتقل للماضي اللي بعده، هو الاكيوت مايوكارديوم انفكشن. تمام بعد ما كملنا الستيبل انجينا وشرحنا بها الكلينيكال فيتشرز والدياجنوستس والتريتمنت والبايثوفيسيولوجي، ننتقل هسه وياكم للمرض الثاني، هو الاكوت مايوكارديوم انفراكشن او فشل القلب الحاد. ممكن باسمه عفوا اكوت مايوكارديال انفراكشن انفكشن. نبدأ فيه من عدة محاور مثل باقي الأمراض مالتنا، بس هو ما بي باثوفيسيولوجي. باثوفيسيولوجي ما موجود، يعني يصير من أي شخص. الإصابة مالته تجي عن طريقتين،
أما نيو يعني واحد ما بي أي شيء لا عنده ماب قلب لا عنده هاي ويصير بي أكوت مايكارديوم إنفاركشن، أو واحد عنده ستيبل إنجاين ستيبل إنجاين. هاي الطريقين الإصابة بي. طبعا شو يختصروا؟ يختصروا بالإم آي. لقل لك شنو هو الإم آي؟ قل له أكوت مايوكارديوم إنفاركشن. تمام تمام ها واحد. نجي للنقطة الثانية، هو الإم آي من يجي شلون يصير؟ يصير انسداد بواسطة الصفيحات الدموية أو البليتليتس، أو يصير تشنج بالشرايين التاجية ويسوي مايوكارديوم انفاركشن أو ام اي. يعني الأسباب الكوز مالته اما بليتليتس أو فازو كونستريشن وين بالكولنري ارتيريال. تمام تمام هاي طريقين يصير بين الام اي او الاكوت مايوكارديوم انفاركشن. تمام تمام نجي وراها للكلينيكال فيتشرز. نجي الكلينيكال فيتشرز مال شنو؟ مال الام اي او الاكوت مايوكارديوم انفاركشن بين. اول كلينيكال فيتشرز انا اخذ هي البين، الم. الالم وين يصير؟ يصير بعد اماكن. اول مكان اي يصير وين؟ بالجست. بي الهيرت بالقلب. سي او ثلاثة يصير بالارمز باليد او بالذراع. دي يصير وين؟ يصير بالباك بالظهر. هاي اربع مناطق وين بالاكوت مايوكارديوم انفكشن يصير بها الم. هاي واحد بين، اذا قل لك بين قل لك بالجيست بالهيرت بالارمز بالباك. يجي النقطة الثانية يصير حولي انوكسيتي فروم ديث، قلق من الموت. انوكسيتي فروم ديث، قلق انه واحد حيموت هسه انا حموت هسه والم وهاي، فيصبح الانوكسيا فروم ديث. ثلاثة فوميتينج تقيؤ وغثيان. اربعة سعدة بريثنس او تضايق التنفس. بريث ينس. خمسة كولابس. تمام تمام هاي اهم الاعراض التصير بالكلينيكال فيتشرز، عفوا الكلينيكال فيتشرز او سانز او سبتمز يصير وين؟ بالاكوت مايوكارديوم انفكشن او الام اي. وما كمان الكلينيكال فيتشرز خاصة بالام اي او الاكوت مايوكارديوم انفكشن انفكشن عفوا، اكو نوع من الام اي اسمه الام سايلنت ام اي. سايلنت ام اي عفوا سايلنت انت ام اي. سايلنت الام اي يصير بدون الم، خاصة وين يصير؟ يصير كبار السن ويصير بمرض الدايبيتس. كبار السن الاولد ايج والدايبيتس دايبيتس معظم مصابين بالسكري والكبار بالسن. ليش؟ لأن يصير عندهم النواقل العصبية مو بذيش الكفاءة ويصير عنده ألم بدون ما يحس بي، بعدين فارق الحياة. هاي سهولة الأم السايلنت أم آي أو الأم آي سايلنت، الأم آي الصامتة اللي تقتل صمت. ما كمان أهم الأشياء بالكينكا فيتشرز الخاص بال المايوكارديوم اكوت مايوكارديوم انفكشن او الام اي وساح ننتقل وياكم للدايكنوسيس. ونبدي بالدايكنوسيس. اول خطوه بالدايكنوسيس وهي الاي سي جي.
الكيترو كارديو جرافي اي سي جي. هاي اول وحده بالانفستيكيشن او بالتشخيص او بالتحقيق او بالدياجنوسيس. اثنين نسوي له كنا في الاي سي جي، طبعا محاضرات الاي سي جي موجوده على القناه، محاضرات شرح الدكتور مال اي سي جي اكاديمي، وعندي شرح انا ايضا محاضرات الخامسه والسادسه من الباطنيه شارحنا ايضا موجود على القناه، رابطهم ان شاء الله كلهم تلقوا جوا بالوصف مال الفيديو. تمام. النقطه الثانيه وهي بلازما كارديو بايو ماركرز. بلازما كلنا نعرف شنو هي البلازما، كاردياك بايو ماركرز. فحص البلازما الموجودة بالبايو ماركرز. بايو ماركرز هي التوالد النبضات الموجودة بالقلب، فنفحص البلازما مالته. تمام. هاي واحد او اثنين عفوا. ثلاثة بالانفستيكيشن او بالدياجنوسيس هو تشيست اكس راي. نسوي له تشيست اكس راي. اربعة شيء مهم هو الايكو او ايكو كارديوغرافي، الاي سي او كارديوغرافي. الايكو او جهاز تخطيط القلب الصوتي باستخدام الصوت وليس باستخدام الكهربائي، لان ذاك الكترو هذا ايكو باستخدام الصوت. هسه احنا كملنا الدياجنوسيس بسيط، ننتقل للتريتمنت بعدة خطوات. التريتمنت اول خطوة بالتريتمنت هي لازم نودي البيشنت الى وين؟ للهوسبيتال. should be going to the hospital. هاي واحد. ليش ودي هوسبيتالين؟ why because 60% by listed often. why they should do himself because the listed 60% it is continuous. شو معناته؟ ليش لازم نوديه؟ لان اكو 60% احتمالية فرصة نجاة بالمستشفى، لان 60% من البيشنت اللي يعانون من اكيوت مايوكارديوم انفكشن صار بشكل حاد وما طنا ما صار مدق بوقتها، لازم يودوه للمستشفى حتى يطو يسوي له سبلايز حتى احتمالية نجاة تزيد الى نسبة 60%. هاي الخطوة الاولى. الخطوة الثانية، عادة المرضى البيشنت يعني اللي عندهم الاكيوت مايوكارديوم انفكشن عفوا او الام اي ودوهم للسي سي يو، او نعم سووه للسي سي يو او الاي سي يو، بس هو على الاغلب ودوه للسي سي يو. السي سي يو شو معناته؟ السي سي يو دائما نسمع السي سي يو السي سي يو. شنو هي السي سي يو؟ هي الكاردييك كورناري يونت، معناته غرفة العناية أو وحدة العناية المختصة بالكاردييك والكورناري. يعني شنو وحدة العناية مركزة؟ وحدة العناية المختصة بأمراض القلب والأوردة التاجية أو الشرايين التاجية. الآي سي يو هي انترفيس سير يونت كير يونت عفوا، وحدة العناية المركزة. هاي شيء. هاي بالنسبة للأشياء عامة. الأشياء الدراجز يعني نستخدمها، أول دراج نعطيه انرجيسيا نايف بشغلنا، انرجيسيا
جيسيا. انالجيسيا عادة يعني اوبيدات يعني الافيونات. اوبيتيس اوبيدات يعني مو الافيون كان موظفين واخوانه وعائلته عادة الموظفينات يعني الاوبيدات يعني موظفين وجماعات. تمام ها واحد نطي انتي ثرموبوتيك ثيرابي. شنو هذا انتي ثيرمو بوتيك؟ هذا علاج مضاد لتخثر الدم. علاج مضاد لتخثر الدم. ثلاثة نعطي انتي كلوتينج. انتي كلوغ بوتس. نعطي علاج مضاد شنو لتكوين الكلوتة الجلطات. رابع نوع من انواع الادوية نعطيها هو لسهول الانتي انجاينال او مضادات للذبحة الصدرية. الانتي انجاينال. تمام الانتي انجاينال قلنا انه هي اما بيت بلوكا او ناتو جلسرين والاخر. هاي اهم شيء بالنسبة للتريتمنت. كملنا لحد الآن أمراض المتعلقة أو إحنا تفيدنا بالجهاز التنفسي والكارديو. تمام راح أحط لكم رابط جوا ملف مال بي دي إف بمجموعة من أهم الأسئلة تقريبا أكثر من 15 سؤال. أهم الأسئلة المتوقع أنها تجي والأسئلة المهمة اللي عبرتني أنا أثناء شرح المحاضرات بعض المحاضرات ونسيت أقولها فحطيت لكم إياها ملف بي دي إف موجود إن شاء الله جوا تلقوه تحصلوه رابط مالته بالأسئلة أكثر من 15 سؤال هنا والأجوبة مالتي الأشياء المهمة. وأتمنى استفاديتوا من هذا الشرح وأتمنى لكم جميعا التوفيق. مع السلامة.